النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم ساعات أجواء مستقرة ربيعية أيضا في عموم المناطق. درجة الحرارة كانت أعلى من المعدلات المثلي هذا الوقت من العام. هذه الأحوال الجوية يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يحدث تغيير كبير في المنظومة الجوية اعتبارا من النصف الثاني من الأسبوع الحالي. سنخوض تفاصيل هذه التغيرات خلال النشرات اللاحقة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار الأجواء المستقرة والربيعية والمناسبة للنشاطات الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة حتى منتصف الأسبوع قبل أن يبدأ هذا التغيير الجذري في الأحوال الجوية بالحدوث. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة. يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعتاد. تبقى درجات الحرارة كما ذكرنا أعلى من المعتاد، ربيعية مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية. تنخفض قليلا درجات الحرارة يوم السبت، لكن تبقى أعلى من المعدلات المثلى هذا الوقت من العام، وتعود وترتفع بشكل ملموس يوم الأحد ليسود طقس دافئ في عموم المناطق مع طقس مستقر بشكل عام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، يكون الطقس رطب بشكل عام، فرصة لتشكل الضباب الخفيف، 6 درجات مئوية الملموسة، 6 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة، يوم السبت 17-8، يوم الأحد ارتفاع ملموس على الحرارة 19-8 درجات مئوية، وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض اعتبارا من يوم الاثنين 16-6 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.